الخير. انا دكتوره ريم، مديره معمل اي في سي ومديره الكواليتي في المعمل. انا حابه اتكلم النهارده عشان في ناس كتيره قوي بتسال عن التحليلات. احنا للاسف ان احنا ما عندناش ثقافه ان احنا نعمل تحليلات دايما. احنا التحليل لما الدكتور بيطلب مننا التحليلات هي ديت اللي بنلجا للمعمل، لكن غير كده ما حدش بيفكر ان هو يعمل تحليلات بشكل روتيني، مع ان ديت حاجه مهمه جدا. احنا في بعد سن ال 25 بنضطر ان احنا يعني لازم نعمل تحليل على الاقل كل سنه، بنطمن تشيك اب، نعمل صوره دم كامله، لان ديت طبعا الهيموجلوبين ساعات في السن ده الاولاد بيبقوا منسين نفسهم في الاكل كويس، فالهيموجلوبين بيبقى واقع بتاعهم. البنات بيبقوا طبعا عايزين يبقوا حاجه رشيقه كده وشكلهم شيك، فدايما بينسوا نفسهم في الاكل. بص تلاقيهم الهيموجلوبين واقع، شعرها بيقع، في وشها بيطلع له حبوب مثلا من اكل الشوكولاته، من اكل الشيبسيهات، الحاجات دي. فلازم دايما نعمل تحليلات دايما، بلس ان احنا بنعرف الهيستوري بتاع العيلة. يعني حد لو هو عنده المرض وراثي، السكر، الكوليسترول، الحاجات اللي هي الوراثية طبعا، وضغط الدم والكلام ده كله، طبعا لازم ان احنا نعمل لهم تحليلات دايما. ف 25 سنة ببدأ كل سنة أعمل التحليل، بعد كده لما بوصل مثلا 30-35 سنة ببدأ كل 6 شهور إن أنا أعمل تحليلات، وخصوصا السيدات كمان بعد بقى الـ 40 45 بنبدأ نعمل تحليلات الخاصة بالأوفرز اللي هي المبايض، لأن الدورة الشهرية بتكون خلاص بدأت تنقطع. ففي تحليلات اللي هي الهرمونات لازم تتعمل علشان برضو لا قدر الله لو في أي أورام ولا أي حاجة إن إحنا نقدر نعملها، يعني نلحقها من الأول، بتبقى أحسن بكتير جدا إن شاء الله، ويعني الشفاء فيها بإذن الرحمن بيبقى أفضل وأحسن بكتير جدا. فأنا بقول بس إن إحنا لازم نهتم بالتحليلات يا جماعة، ومعاها كمان مع التحليلات أنا بطلب منكم شرب المية أهم حاجة، علشان برضو الهارت ديزيز بتزيد مع عدم شرب المية. ياريت نهتم برضو، ما عندناش إحنا الثقافة بتاعت إن إحنا نشرب مية كويس، يبقى التحليلات وشرب المية هما دولت أهم حاجة. شكراً.